وكان هناك لهم طريقة في العبارات الفقهية. العلماء الفقهاء لهم طريقة في العبارات الفقهية، وهي طريقتهم تكون من خلال كلمة مختصرة لكن تفي للمعنى. ديدن الفقهاء هو اختصار الكلمات، يعني يختصرونها بأقل كلمات ممكنة. الآن نتيجة وضع اقتصادي، كان تعرفون في الزمان السابق كانت المسألة يعني الحبر يصنعوه بيديهم وعلى ريشة نسر أو قصبة أو كذا، كيف كتبوا بعدين؟ لا أضوية لا إمكانيات. الشهيد الثاني أو الأول رضوان الله عليه كتب كتابة تحت ضوء القمر، اللي هو من بركات الحوزة ناهضة بوجوده رضوان الله يعني. لعل الحالة الاقتصادية خلت أنه يختصروها، يعني يختصرون الكلمات فتكون العبارة مغلقة أو ضيقة، وهذا يحتاج تفكيك العبارة، يحتاج أنس بالدرس وبالتالي أسلوب الدراسة. ومن هنا التحقيق في الكتب العلمية وكتب القوم والفقهاء السابقين، هذا شيء مطلوب ويأنس الطالب به حتى يعرف أسلوب المسألة كيف تحرر. الآن هاي المسألة أيام المحقق الحلي كيف كانت تحرر؟ نفس هاي العبارة وهاي المسألة في السنين المتأخرة صاحب العروة أو منهاج الصالحين نفس المعنى لكن الأسلوب اختلف. ومن هنا احنا في الفقه راح ندقق على العبارات ونتعامل معها معاملة نص إلى خصوصيته، ونحاول نفكك هاي العبارة. الهدف منها ليس مضيعة الوقت في تفكيك العبارة، بل الهدف هو معرفة ذوق وأسلوب كتابة الفقه عند القوم السابقين، لأننا نحتاج معرفة آرائهم لأنها قريبة لعصر النص. ولعل تذكرون حضراتكم قلنا أن عهد العلامة والمحقق تقريبا هو العلامة الحلي والمحقق، هم برزخ بين المتقدمين وبين المتأخرين. طيب، أول بحوث الدرس اليوم مكروهات ما يتكسب به. قال ثلاث، والمكروهات ثلاثة، يعني ما يتكسب به، هناك محرمات هناك مكروهات، والمكروهات ثلاثة. الذي، ما بمعنى الذي؟ الذي يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا، يعني يكره التجارة به وإن كان حلالا مباحا لكن يؤدي عادة إلى يفضي إلى الحرمة، كالصرف، صرف اللي يروح صراف يعني يصرف العملة، صراف العملة يقول لك عادة يبتلي بالربا، إذا باع شيء من شيء بجنس واحد يمكن يبتلي بالربا، مثلا يقرض ويبتلي بالربا يضربه. الخوض في المال ممكن يؤدي إلى الخوض في الربا لخوف أنه يفضي إلى الربا فيكره، ها، وإلا هو نفس الصرافة ليست محرمة، لكن الخوض فيها ربما تؤدي إلى الخوض في الربا أو الوقوع في المحرم. كيف نواجه نتصور المحرم في الصرف من جهة الربا فحرام؟ يعني إذا وصل إلى الصرف إلى حد الربا فحرام، إذن فيكره. طبعا هذا الكلام مكروه، قلنا أن المكروه أحد الأحكام التكليفية الخمسة، يعني يحتاج حكم شرعي، هو رضوان الله عليه المحقق إذا لم يكن قد وجد دليلا يفضي إلى أنه مكروه فقطعا ما يقول مكروه. وبعبارة أدق، لا يمكن من حيث الصناعة الأصولية أن ينتهي بالمجتهد إلى قول شيء أنه مكروه، والأصول ما يتحمل بعهدته هذا المعنى.
هذا لازم يجيبه تعبدي من الروايات، يعني هناك دليل اجتهادي على أن هذا الشيء مكروه، وإلا من القواعد الأصولية ما تتحمل أن تقول هذا الشيء مكروه. النص فيه مثلا مذمة فقال لك مكروه. طيب ما يكره، الذي يكره التكسب به لأنه يفضي إلى محرم، هو بنفس بحد ذاته مو محرم، تشتغل صراف تأخذ دولار وتبيع عين وتبيع مدرجين وهذا مو محرم، لكن يقول لعله يؤدي بك إلى المحرم، تدخل في صرافة في ربا معاملة ربوية تدخل فيها من الباب، لعلك أنه فمكروه الأفضل من باب من حام حول الحمى أو شكان فلا يحوم حول الحمى. هذه واحدة. كالصرفي، كالصرفي يعني الصراف، صراف الأموال، وبيع الأكفان والطعام والرقيق واتخاذ الذبيحة والنحر صنعته. خلينا نطبق هاي الأمثلة ونطبقها على ما ذكره هو. هو هنا ما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه، حدد أمرين. مكروه لأنه يؤدي إلى محرم، دققوا بالعبارة. مكروه التكسب به لأنه يؤدي إلى محرم أو مكروه، يعني كراهة العمل بها لأنه إما يؤدي إلى محرم أو يؤدي إلى عمل مكروه. خلينا نطبق الأمثلة. الصرف شنو الوجه الكراهة أو الحرمة؟ لا، الربا. فالربا إذن محرم، إذن هو عنوان ليؤدي إلى محرم كالصرف. وبيع الأكفاني، بيع الأكفاني للمكروه لأنه يتمنى الموت. نعم، يكره المتاجرة في بيع الأكفان لأنه يقول لك عيشته صارت على بيع الأكفان، فإذا هذا يتمنى أنه يكثر الموت من باب مصائب قوم عند قوم، ولعله حتى يفضي إلى محرم. إذا قلنا أنه تكفين الميت واجب، أفرض هذا انحصر الكفن، الآن مثل بعيد، لكن ربما إذا قلنا أن التكفين واجب ويجب أن تكفن الميت وهذا عند الكفن، يفرض انحصر به الكفن مثلا، الآن لو فرضنا هكذا فرضا، يكون عليه واجب يكفنه، هو يقول لك أنا ما كفن له بفلوس، طيب فعمل محرما. هذا المثال مو وارد لكنه قليل الوقوع. إذن وبيع الأكفان مثال المكروه، ما يفضي إلى محرم كالصرف، وما يفضي لمكروه كبيع الأكفان. واحد عيشت على الموت فهذا يناسب أن يكثر الموت حتى يترزق الله، إذن مكروه. والطعام، الطعام ممكن كلا الأمرين، الادخار يبيع طعام فشنو مصلحته، شنو يقل الطعام بالسوق حتى يبيع، إذا مكروه خلاف المروءة. ومرة محرم إذا يخفي الجنس الطعام يخزنه حتى يصعد سعره وبعدين يبيعه بسعر اللي يريده، هو يتحكم بسعر السوق فهذا محرم. إذا كلا الأمرين، الاتجار بالطعام يمكن يتصور أنه محرم ويمكن يتصور أنه مكروه، فعليه التجارة بالطعام مكروهة لأنه تؤدي إلى محرم وتؤدي إلى مكروه، تؤدي إلى محرم كالإدخار المحرم، يعني يجمع البضاعة بالسوق ويجمعها، أفرض الرز يتاجر بالطحين بالمواد الرئيسية بالزيت ويجمعها يخلي بالسوق ما يبيعها إلى أن تصعد أسعاره يبيعها، وهذا محرم، لكنه لا يفعل ذلك، هو يشتغل بالطعام فعلا ما يعملها. يقول لك إيه، أصل العمل مكروه، لماذا؟ لأن ربما يؤدي إلى محرم وربما يؤدي إلى مكروه. لاحظوا، مثل واحد جائع ما يعطي إلا بمال مثلا، فهذا خلاف المروءة. هذه طبعا مو معناته تصل إلى حالة أنه تتعطل مصالح الناس ومعايش الناس، إذا واحد ما يشتغل خباز، واحد ما يشتغل صراف، واحد ما يعمل بالأكفان ويجهز الموتى، منه راح يعمل هاي؟ تتعطل مصالح العالم. تلاحظون، أو مثل ما راح يجي الآن النساج الحائك قبل، والنساج إذا ما يحوك للناس وينسجلهم ثيابهم من يسترهم؟ تلاحظون، فإذا
مكروه لأنه خلاف المروءة، لكن المكروه جائز وفيك أنه إنسان يقدر يخوض فيه. وبيع الأكفان والطعام والرقيق، يتاجر بالرقيق يعني بالعبيد، يشتري ناس ويبيعهم، وهذا ممكن أن مكروه لأنه يحبس حرية الناس، يتاجر الناس خلاف المروءة مثلا، تلاحظوا. أو يفضي إلى محرم، ممكن يجيبون نساء سارقينها من أهاليهم، وفي الزمان السابق كان يمكن تصور هذا الشيء، يسرقون أطفال ويبيعوهم بالأسواق كانوا في الزمان السابق، وهذا يجي تاجر بهم، فهذا حر، ولعن الله من باع حرا وأكل ثمنه. إذن هاي الأمثلة ينطبق عليها تفضي إلى محرم وتفضي إلى مكروه، فالمتاجرة بها من الأساس مكروهة. طيب، واتخاذ الذبح والنحر صنعة، يعني مو قصاب، لا، شغلته يذبح، شغلته ينحر الإبل ويذبح الشاة، ومو يذبح بشر، لو ينحر بشر هذا محرم. واتخاذ الذبح والنحر صنعة، يعني يشتغل لحام مكروه. قال لك ليش مكروه؟ قال لأنه يورد مثلا قسوة القلب، هذا اللي يذبح ويقطع أوداد الذبيحة ممكن يورث قسوة القلب، لعل منها الباب، فمكروه. إذن واتخاذ الذبح والنحر صنعة، هذا مثال الكراهة، مثال كراهة التجارة أو التكسب بصنعة تؤدي إلى مكروه. مثل شو؟ مثل الذبح والنحر. وش الكراهة؟ لأن الذبح والنحر اللي اتخذ صنعة عادة يكون تؤدي إلى قسوة القلوب، قسوة القلوب. فتحصل أنه هناك أمثلة تجارة يتكسب بها، كراهة التكسب بها لأنها تفضي إلى محرم كالصرف مثلا والطعام، أو تفضي إلى مكروه كبيع الأكفان والرقيق، أو اتخاذ الذبح والنحر صنعة. وقلنا وجه الكراهة ليش؟ لأنه يفضي مثلا إلى قسوة القلوب. وما يكره لضعته، يعني خلاف المروءة، كانوا في الزمان السابق يستهجنون، افرض النساجة الحاكة، النساج اللي ينسج الثياب والحائك، يحوك السجاد، كانوا يستهجنون صنعته، فإذا مكروه لضعته، يعني يذهب ماء وجه الإنسان، يكون وضيع بتجارته. طبعا هذا الكلام في الزمان السابق، اليوم النساج شنو الإشكال تغيرت العرف، نظرة العرف تغيرت. الزمان السابق الناس تنظر لأنه خلاف المروءة، اليوم الناس تنظر لتاجر محترم نفسه هذا، وبالعكس صنعته جيدة، يبيع شو اسمه سجاد، أو يبيع طعام، أو يبيع أو يخلي خياط، الناس ينظرون نظرة محترم، شو الإشكال به؟ هاي تختلف حسب العرف. كان زمان الأئمة كان لهم نظرة، زمان الأئمة بهكذا صورة، فالأئمة عليهم السلام يقول لك إذا كان في خلاف المروءة لا تعملوا، فمكروه. والحجامة إذا اشترط، الحجامة هذا الذي يعملوا له حجامة، يخرجون دم من ظهره ليتجدد عدة دم، يسمونه حجامة، عملية مخصوصة، يأخذون في مجال في ظهره ويخرجوا دم الفاسد، يسمونه حجام أو الحجامة. إذا اشترط الثمن، يقول له يحجمك بشرط أن تعطي كذا مبلغ، يشترط عليه أنا أعمل الحجامة إليك بشرط أن تعطيني كذا مبلغ، يقول فإذا اشترط الأجرة تكون مكروهة لأن فيها ضعة، يعني هو يتقوت على إخراج دم الناس. وضراب الفحل، واحد أفرض عنده ثور أو عنده كبش، بيقوم يأجر إلى أناس عندهم أنثى يعشروها من هذا الثور، من هذا الكبش، من هذا الفرس الخيل، مفروض فرس أصيلة ويريد يجيب من عندها نسل أصيل، وهذا عنده خيل ذكر أصيل، فيقوم يعشر يروح يعطيه لهم مقابل مبلغ، مرة يروح يهديه لهم ماكو مانع،
ومره لا يتقوت على هالصنعه هاي انه ياجر الفحل اللي عنده. هاي يقول لك هذه تؤدي الى الضع، ان الرجل وضيع، نفسيته وضيعه، وبالتالي التكسب بسلعه بطريقه وضيعه تذهب خلاف المروءه. هواي مسألة مهمة يا إخواني أخواتي، المروءة، وأن الإنسان يحفظ ماء وجهه ويلاحظ مروءته. كان أحد العلماء رضوان الله عليهم وقدس الله أسرارهم أحد أساتذتي كان ينصحنا، يقول إذا دعيتم إلى وليمة فكلوا قبلها، يعني أكل بيتك وروح لها. فأنت داعيك غدا داعيك عشاء، فأنت أكل تغدى تعشى بيتكم وبعدين روح للوليمة. اليوم الناس اللي يدعون ولايم يصوم قبلها بليلة حتى يأكل. هذا يقول كان أستاذنا رضوان الله عليه يقول إذا دعيتم كلوا وبعدين روحوا. ليش؟ قال حتى يكون أكله قليل الناس ما تنظر لك أنك لهم، وخلاف المروءة. الإنسان لازم يحافظ على مروءته، لازم يحافظ على كيانه. القضية مو حلال وحرام، لا، نطلع عن هذا الأساس. الحلال والحرام ما نوصل يوم الحرام، لا، أبعد من ذلك. خلاف المروءة. كان رضوان الله عليه السيد محسن الحكيم مرجع الأعلى رضوان الله عليه الطائفة كان جدا دقيق في مشيه، يمشي بين الناس وكلماته يراقبها. وكان كثير احنا رأينا رجال لله حريصين على مروءتهم، على كياستهم، على مشيهم، لن يعملوا شيء خلاف المروءة. وأئمتنا سلام الله عليهم كانوا واضحين بهذا المعاني، يعني ضربوا أقداس الأمثلة وأروع الأمثلة في حفظ المروءة، حتى أعدائهم شهدوا لهم. لعمري إنه كفو كريم، يقول هذا المجرم العفريت الشمر، لعمري إنه كفو كريم على سيد الشهداء يقول. إذن في موضوع المروءة جدا بحث مهم ودقيق، على الإنسان اللي إلى جاه واحترام أو المؤمن بشكل عام أن يحفظ مروءته، أن يحفظ كرامته، لا يعمل شيء يذهب هيبته وحيثيته أمام الناس، حتى وإن كان الشيء محلد. مثلا يروح يقعد على القهوة ويأرقل مثلا، يقول لك إيه حلال، إيه حلال، لكن مو مستحب. على المؤمن أن يحفظ وقاره. شوف هذه صناعات يكره لأنها تذهب هيبة الإنسان وضيعة. طيب، لكن هذه المسألة تتحرك بحسب الزمان وبحسب المكان. وما يكره لتطرق الشبهة إليه، يعني مكروه التكسب به لأنه فيه شبهة. شبهة شنو؟ شبهة تفرض لعله فيه حرام. مثل شنو؟ قال كمكسب الصبيان، يقوم يأجر صبيان يشتغلوا، يقوم يشغل صبيان عنده، أو يأخذ من مكسب، يعني أجر صبي يقول له روح بيع لي هاي الشغل. فالصبي ما يعرف أنه حلال حرام، ما يعرف، بسيط، يريد ممكن يبيع حرام، ممكن يعمل حرام، ممكن أفرض يدلس في صنعته في بضاعته ويجيب لك الأجر، أنت قايل له يدمع عندك الشجر. يعني تكسبه معيشته على تكسب الصبيان. مثل أب يروح يشغل ابنه يقول له روح اشتغل وجيب لي بالشهر هالقد مال. طيب هذا الصبي ايش بدري يعرف حلال حرام، يعرف يجوز خلاف مروءة ما مروءة، المهم يبيع. تلاحظون المهم يبيع، وهذا الأب كن يأكل يريد بس يأخذ طعامه معيشته تكسبه على أجرة الصبي. مكروه لأنه ممكن فيه شبهة، لأن الصبية تلاحظون حضراتكم يمكن يخلط الحابل بالنابل، الحق بالباطل، الحرام بالحلال. فلا يتكسب من أجرة الصبيان، يعني لا يتعيش على مكسب الصبيان لأن فيه شبهة. كان الشهيد الصدر قدس الله روحه السيد محمد باقر الصدر كان على خلقه العظيم، كان لما يجي يدرس في جامع الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يمر بال من بيته منطقة اسمها العمارة، يصير ظهر أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيجي بالطريق بالعقد يمشي إلى مسجد الطوسي بالعقد هذا، فيقومون الخدمة مع المسجد ينظفون الطريق ويرشوا مي، يعني يطهروا، لأن يعني بعضهم بين البيوت ممكن يروح يقضي حاجة بالطريق، والسيد يجي
لعل ثوبه ينجس كذا. فكان ينظفون هذا الطريق الخادم المسجد قبل لا يجي السيد للدرس ينظفوه لهذا. فبعض الناس يروحون يسلمون عليه يقبلون ناملة رضوان الله عليه، فكان يمتنع أن يسلم على الطفل، يعني افرض الطفل 5 سنين يمد، يحاول السيد يتجنب أنه يمد يده على الطفل لأنه ما يتورع افرض الطفل من الطهارة من النجاسة، يحاول يتجنبها. فإذا سلم اضطر الطفل ما يده بعد ما يكسر واحد يقوم بعدين من يروح بالمسجد يغسل إيده رضوان الله عليه، مو لحكم شرعي بس هو يحتاط مثلا للطفل، طفل 5 سنين ويركض بالنجف رايح جاي بالشارع فيحتاط هو. وهي قضية مهمة جدا هذه، ولذلك هنا يقول لتطرق الشبهة، شوف شيء صدر اللي هو عقل محض أبو الصناعة. لكن هنا أكو شغلات حلوة للمؤمن وإن بلغ ما بلغ من علم بس يحترم هاي القضايا الروحانية، شوفها يسبح ويأخذ خيرة وهو أبو الصناعة، ناقش أينشتاين وغيره، لكن يؤمن بالخيرة ويؤمن بهالقضاياها واحتمال تطرق شبهة يبتعد عنها، هي هذه جيدة جدا. هاي الأمور إنسان ما يأخذها بالدرس، يأخذها من العشرة رجال الله، كمكسب الصبيان ومن لا يتجنب المحارم. يعني واحد يشارك رجل يعرفه ما يتجنب المحارم، يبيع حلال حرام يقوم يشاركه حسب الظاهر، يبيع حلال هو يتاجر بالحلال لكن يعرفه هذا ما يتورع، ممكن يدخل بشغلته حرام، يقول لك مكروه التاجر هيك شوي واحد، هو بحسب الظاهر قاعد يتاجر بما يرضي الله، لكنه لو صحت له فرصة أن يعصي الله ما يهمه يجيب حرام. فلا تتاجر، لا تتكسب معه، لا تجعل عيشتك على رجل لا يتورع من المحارم، مكروه. وقد تكره أشياء تذكر في أبوابها إن شاء الله. طيب هذه المكروهات 3، وما عدا ذلك مباح. وما عدا ما ذكرناه من ما يحرم ما يحرم ما يكره، ما عدا هاي الأشياء قلنا فمباح. تدرون حضراتكم مباح يعني تساوي الطرفين، يعني لا مستحب ولا مكروه ولا واجب ولا حرام، مباح كيفك أنت مخير، غير هاي ذكرناها مباحة. طيب يدخل الآن يفرع مسائله. الأولى لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد. أنت اكتب للنص نص كلب الصيد، به نص وارد، لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد. أنت خلي فارزة للنص، رواية بي بعد ما نقدر نحكي، إذا جت رواية دليل اجتهادي مذكرنا، إذا جاء دليل اجتهادي لا تصل النوبة للدليل الفقاهتي، والسبب واضح لأن الأدلة الاجتهادية مقدمة موضوعا على الأدلة الفقاهتية. شوفوا هذه تفلسفون المسألة، يعني لما تشوف المحقق يقول هنا إلا كذا أنت تعرف ليش، تلاحظون. فهذا طالب لما يوصل هيك مرحلة يبين أنه رجل أكاديمي يفهم ايش قاعد تحكي هاي الناس. هذا الفرق بين الدارس ومدارس. لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد، أنت تضيف عبارة للنص. طيب كلب الماشية، طبعا أنا أنصح اللي ما عنده هاي الورقة الدرس يروح ياخذ تابع عن اللي عند إخوانه ويحتفظ بها ببيتهم. وفي كلب الماشية والزرع والحائط تردد. طيب قلنا كلب الناس يجوز بيعه، كلب الصيد. وفي كلب الماشية هذا اللي يأخذوه للرعي يحفظ الماشية يحفظ الرعي. والزرع لا، كلب يؤخذ ليحفظ الزرع من الحيوانات. والحائط اللي هو البستان، يعني الحائط يعني البستان، انت عندك بستان عندك مزرعة عندك حديقة تقوم تخلي فيها كلب للحراسة، لحراسة الحائط، يعني الحائط هو البستان المحوط اللي فيه سياج يعني. أو الزرع، زرع اللي هو من دون حائط، إذا ما مسيج ما يسموه حائط يسموه زرع.
فهذا يخلون فيه كلب حتى يحميه من الحيوانات اللي تاكله او الطيور، او عنده غنم اغنام ابقار فيجيب له كلب الماشي. قال تردد، هل يجوز بيع كلب للماشيه؟ هل يجوز بيع كلب لحراسه البستان؟ هل يجوز شراء كلب افرض للزرع حراسه الزرع؟ قال تردد والاشبه المانع، والاشبه المانع. طبعا ذنويا في الماشيه والزرع والحائط، لا يخفى على حضراتكم هو هنا وين يحكي؟ يحكي في التكسب والبيع، يحكي في البيع الشرعي الذي له احكام راح تجينا ان شاء الله. اما انك انت محتاج كلب للمزرعه، محتاج كلب يحمي ماشيتك، محتاج كلب يحمي زرعك مثلا، فتقدر تعطي مال لرفع اليد، من باب رفع اليد ما عندنا مشكله. هذا كلامنا في البيع الشرعي اللي يتوقف على خيارات وما خيارات راح تجي الان عندنا بحث البيع. هل يجوز؟ أم قال والأشبه المنع. طبعا هو محكوم بالنص لأن النص حدد كلب الصيد يجوز بيعه بيعا شرعيا وترتب عليه آثار، أما غيره فيقول لك روح من باب رفع اليد، أعمل رفع اليد، أعطيك مال بمقابل أن ترفع يدك عن هذا الكلب ويكون تحت إيدي أنا، ما بيش. والأشبه المنع نعم يجوز إجارتها، نعم يجوز إجارتها، تقدر تأجر لك كلب تروح لشركة سيكيورتي تأجر معهم كلب للحراسة، حراسة البيت، حراسة الحديقة، حراسة الكذا، يجوز. يقول لك الإجارة تجوز أما البيع ما يجوز. الفرق النص، النص جوز هاي ما جوز هاي، النص محكم بعد ما نقدر نتكلم خارج النص. طبعا الفرق بين الإجارة وبين البيع، البيع هو نقل العين، نقل هاي الملك إلى هذا الملك. الإجارة لا، هو تملك المنفعة. الكلب شنو منفعته؟ الحراسة، فأنا أشتري منك منفعة الحراسة، أجر منك بقرة، شنو الفرق؟ أشتجر منها منافعها، شو هي منافع؟ الحليب. أجر منك دار، شنو منافع الدار؟ السكن. لكن العين اللي هو يعني أصل الدار هي ملكك، فالإجارة يجوز، نعم يجوز. الفرق ليش؟ قال لك النص جوز هاي حرمها، جوز الإجارة حرم البيع، ونحترم النصوص إلا ذاتي تخسر النص تلعب بيه، هذا شيء آخر وتقول هذا مثابت، هذا بحث آخر، هاي شغلتك أنت. ولكل واحد من هذه الأربعة دية، يقول كل واحد من هذه الأربعة، كلب الصيد والماشية وكلب الزرع وكلب الحائط، دية. يعني لو واحد قتل كلب صيد لرجل آخر عليه دية، يكون يعطي ديته، يعطي دية الكلب، دية الكلب ايش كثر، يكون يسأل بالسوق هذا الكلب بكام، إذا أردنا أن نبيعه كام، افرض للذول يبيعوه اللي يتبايعون به ايش قد يسوى هذا، فيعطي دية. لا يجوز بيعه وشراعه، لكن لو قتله عليه ديته. يجوز إجارتها، ولكل واحد من هذه الأربعة الدية، من هذه الأربعة الكلاب الأربعة يعني كلب الصيد والماشية والزرع والحائط. الدية لو قتله غير المالك، لو غير المالك قتل، يعني غير المالك لها، انت ضيف عبارة لها، غير المالك لها لو قتلها، تقدر تضيف عبارة ثانية ومن دون إذن مالكها طبعا، فعليه الدية إما لمالكها. لو قتله، لو قتل كل واحد من هؤلاء غير المالكي فعليه الدية إلما لمالكها. طيب مسألة ثانية، الثانية يعني مسألة ثانية أو المسألة الثانية، المسألة الثانية، الرشا حرام، يعني الرشوة حرام، ما يجوز واحد يتكسب من الرشوة، الرشوة الرشا حرام، سواء حكم لباذله أو عليه، سواء حكم لباذله يعني هو الحق إلك وحكم إلك، الحكم إلك وانت تعطي رشوة يحكم لك، سواء حكم لباذله، لباذل الرشا، أو حكم عليه، ماكو فرق، ما دام دفعت رشوة فهي حرام بحق أو بباطل.
يعني ده حكم لباذله بحق أو بباطل، أنت ما يجوز تدفع رشوة. حتى لو أنت صاحب حق وأخذت الحق، لا يجوز لك أن تأخذ رشوة على هذا الحكم. الرشا حرام سواء كان محق أو مبطل، باذل أو قابض، يعني الدافع والقابض كلاهما يأكلون حرام. الحكم له أو حكم عليه بحق الحكم أو بباطل، يعني مطلق أن الرشوة حرام، فلا يجوز جعلها تكسبا مطلقا، والآكل لها آكل صحت من النار. الآن واحد يقول لك ليش الآكل حرام، الباذل ليش حرام، يعطي رشوة ليش حرام، يسهل أموره، خصوصا هو الرجال محق، هو يستحق هذا الحكم فيدفع لهؤلاء حتى يأخذ حقه. ونقول لك لأن هذا يشجع الفساد، فساد الإداري. تلاحظون، لأن مثل ما أنت راح الآن تأخذ حقك بالرشوة، يجي واحد يرتب بكرة راح أنت تصير مظلوم، وتيد واحد ينصفك، ما ينصفوك لأن غيرك دفع فلوس وأخذ حق من عندك، تلاحظ. فبالتالي أنت هذا الفساد في الأرض. إذن هي حرام، طبعا هاي حكمة مو علة ليش الرشوة حرام، لأنها فساد في الأرض وتحقيق فساد واختلال النظام، هاي حكم والعمدة العلة. الرشا حرام سواء حكم لباذله أو عليه بحق حكم أو بباطل، ما يجوز لا دفعها ولا أخذها. مسألة ثالثة، إذا دفع الإنسان مالا لغيره ليصرفه في قبيل ما، يعني في جهة ما، في عنوان ما، في مصرف ما، قال لك واحد أعطاك مال وقال لك أنفقه على فقراء دير بورين مثلا، أنت تروح تشوف دير بورين شن بها فقير تعطيه لهم، أو قال لك أنفقه على السادة مثلا أو من ذراري رسول الله مثلا اللي يسكنون في هالمنطقة هاي، صرفها عليهم مثلا، أنت تعطيها لذولي ما تعطيها لغيرهم. إذا دفع الإنسان مالا لغيره ليصرفه غيره في قبيل، يعني في جهة، في نوع ما، في عنوان ما، وكان المدفوع إليه بصفته، يعني قال لك أدفعه لفقراء هذه المنطقة، وكان المدفوع إلى المال هو هم من فقراء هذه المنطقة فيقدر يأخذ من عنده، وكان المدفوع إليه بصفتهم، يعني ينطبق عليه هذا القبيل، قال له أدفعه إلى مساكين منطقتك أو إلى فقير منطقتك. طبعا هناك فرق بين الفقير والمسكين، بالمناسبة هناك فرق بين الفقير والمسكين. قال لك شو الفقير والفرق بين المسكين والفقير، قال لك كل مسكين فقير وليس كل فقير مسكين، يا يعرف منها يا نسبة من نسب هذا، يتفضل الفقير هو ما لا يملك. لا أفهم شنو النسبة اللي ذكرناها البارحة من النسب الأربعة تنطبق على هاي لا خصوص من إيه أنت جاوب يلا. لا شلون تساوي كله على كيف، كل مسكين فقير وليس كل فقير مسكين، أي نسبة من نسب الأربعة اللي ذكرناها البارحة؟ واحد واحد، ذا خلي انتبه. ايه تفضلي اختي، خلينا نشجع الاخوات، احسنتي. عموم وخصوص من المطلق، احسنتم. كل مسكين فقير وليس كل فقير مسكين، ليش؟ مثل ما قال الحاج، تفضل الان اشرح ليش. الفقير هو ما لا يملك قوت سنته، والمسكين اقل فقرا منه، ما لا يملك قوت يومين. نعم، لكن هذول المسكين والفقير لهم قضية بالفقه. قال لك إذا اجتمع افترقا، وإن افترقا اجتمع. شلون؟ إذا اجى الدليل قال أعطي مسكينا كذا، ما يجوز تعطي للفقير، لاحظ. لكن إذا قال أعطي للفقير والمسكين، أو أعطي مسكينا كذا، أو أعطي فقيرا كذا، يجوز تعطي للفقير والمسكين. لكن إذا قال أعطي للفقير درهم وللمسكين دينار، طلع الفقير غير المسكين. بس إذا حدد واحد
قال أعطي للفقير درهما أقدر أعطي للمسكين وللفقير، أو قال أعطي مسكينا دينارا أقدر أعطي للمسكين وللفقير. بس إذا قال أعطي للفقير درهم وللمسكين دينار اختلفوا، لازم أدور اللي قال عليهم هذا السميع، أدور على اللي لا يملك قوت سنته والذي لا يملك قوت يومه. فلذلك الفقهاء جمعوها بالعبارة من إن اجتمع افترق، يعني إذا ذكروهم اثنيناتهم معناته صاروا يختلفون، وإن افترق اجتمع، إذا ذكروا مرة واحدة واحد بعدهم معناته كلاهما. طيب هذا الرجل دفع له مالا ليصرف في مصرف ما، وكان هو أحد موارد الصرف يصرف له، شنو المانع؟ وكان المدفوع إليه بصفتهم ينطبق عليه فقير من هذه البلدة فيصرف له. فإن عين له عمل بمقتضى تعيينه، وإن أطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة. إن عين له قالوا له ادفع لغيرك من السادة، أو ادفع لسكنة هذه المدينة هو ليس من سكنته، أو ادفع لفقراء هذه المدينة هو ليس من فقراء هذه المدينة هو من فقراء غيرها، طبعا ما يقدر يأخذ له، لأن عين محدود القضية هذا الدفع لهاي الجهة، هو مو من هالجهة فلا يأخذ. وإن أطلق قيل له ادفع لفقراء هذه البلدة أو ادفع للفقراء من هذا المال وهو كان أحد الفقراء أو كان أحد هذه البلدة، جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة، يقوم يدفع يأخذ مثل حال حاله ما إلى خصوصية، هو واسطة فقط. إذن حسب صاحب المال، ليش؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم، هذا عموم فوقاني، الناس مسلطون على أموالهم، ولذلك ما يجوز واحد يقيد حرية واحد في ماله. إذا عندك ملك، عندنا ملك وعندنا ملك، ملك هو أن تملك شيئا، ماكو واحد ما يملك شيء، حتى الهوملس يملك ثياب اللابسه، الفقير يعني المتسول هم عنده ملك، وعندنا ملك وهو أن تملك من يملك، سمى ملك لهذا الملك، يعني يملك من يملك، وإحنا نملك عندنا دور عندنا فرض سيارة عندنا كذا، تملك شيء لازم، فالملك هو الذي يملك من يملك. ما يجوز أن تقيد حرية واحد، والإسلام جد عظيم يعطي حرية الواحد، أنه أنت عندك ملك لك حق تصرف بملكك ما لم يبلغ حد السرف والسفح، لأن الناس هذا عموم فوق، لأن الناس مسلطون على أموالهم. طيب جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة. الرابع، المسألة الرابعة، الولاية من قبل السلطان العادل جائزة، فأنت ضيف عبارة فيجوز التكسب من خلالها أو بسببها، يجوز تتكسب من الولاية، سلطان عادل يقوم يعينك موظف عنده بالدائرة تمثل السلطان يجوز، وتأخذ راتب من نعم يجوز، لأنك لست من أعوان الظلمة فيجوز ذلك. الولاية، مسألة الرابعة، الولاية من قبل السلطان بقيد كونه عادلا، يعني لو لم يكن عادلا لا يجوز التولية من قبله، لا يجوز العمل معه. طيب لماذا؟ لأنه من أعوان الظلمة، لا يجوز أن تكون من أعوان الظلمة، ما يجوز تكون عون للظالم، لأنك راح تكون شريك معه في ظلمه. إذن السلطان ليس مطلق السلطان، بل السلطان العادل يجوز أن تكون من عماله، تشتغل معه وتنحسب عليه وتأخذ رزق من عنده، ماكو إشكال إذا كان عادلا، فلو كان ظالما لا يجوز التكسب من الولاية معه، من الولاية معه، الولاية بمعنى أن تعمل معه وتنحسب عليه. وربما وجبت، ربما وجبت يعني الولاية،
يعني العمل مع السلطان العادل ربما وجبت أن تعمل معه، كما إذا عينه الإمام الأصل المعصوم رواحنا فداء، إذا قال لك روح اشتغل مع هذا السلطان يجب عليك أن تروح. مثال علي بن يقطين رضوان الله عليه، عندما عينه موسى بن جعفر سلام الله عليه وزيرا عند هارون، الإمام قال علي بن يقطين قال راح للإمام موسى بن جعفر وقال له أن هارون طلب مني أن أكون وزير، ما تأمرني؟ قال نعم، ومن أولى منك يروح هناك ويبقى تقضي بها حوائج المؤمنين على يدك، يروح. فأجاز له أن يعمل عند السلطان، كما إذا عينه إمام الأصل، إمام الأصل يعني المعصوم، أو إذا وجبت، نعم يجب، كما إذا عينه إمام الأصل، أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها، أو ما كان ممكن دفع المنكر والأمر بالمعروف إلا بالولاية، فيتجب عند ذلك الولاية، يعني تجب الولاية، يعني تكون داخل في السلطة، لأنك أنت من خلال دخولك بهذا المعترك راح تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فما أحلى ذلك وما أولاه. وتحرم من قبل إلا بها، يعني انحصر دفع المنكر والأمر بالمعروف إلا بها، إلا بالولاية فيجوز ذلك. وتحرم من قبل الجائر، الولاية من قبل الجائر حرام، بمعنى أن تكون والي عند السلطان الجائر الظالم، قل الظالم، تكون من أعوان الظلمة فلا يجوز، إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم، يعني إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم، قال لك إنه إذا يعمل للظالم فحرامه، يكون من أعوان الظالم حرامه. فإذا لم يأمن اعتماد الحرام، يعني راح يبتلي بالحرام وقطع الحرام، راح يعرف حاله نفسه إذا دخل مع الجائر راح يخوض بالمحرمات، فلذلك حرام لا يجوز. ولو أمن ذلك، يعني ولو أمن أنه لن يدخل بالحرام، أمن من نفسه أنه لن يكون في الحرام، هو صحيح مع أعوان الظالمين ولكن ما راح يدخل بالحرام، ما راح مثلا يقتل، يصادر أموال الناس، ما راح يعذب الناس، ولو أمن ذلك وقدر على بل بالعكس قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت، هذا بوجوده مع الظالم راح يعمل بالمعروف وينهى عن المنكر، مثل مؤمن آل فرعون استحبت الولاية عند ذلك، أن يكون مع الظالم في ولايته هذا السلطان، ولكنه من خلال عمله راح يقضي حوائج المؤمنين، راح ينهي عن المنكر، راح يأمر بالمعروف، طبعا يقول لك مستحب، مثل قضيته علي بن يقطين مع هارون، يوسف سلام الله عليه، وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت. مرة عمر بن الخطاب أرسل على سلمان الفارسي المحمد رضوان الله عليه وقال يا سلمان أريد أن أدعوك للإفطار معي صباحا، وأخذ إلى بيته، قال المدائن فرس، أهل المدائن اللي هم في بغداد فرس، وأنت فارسي ماكو أحسن منك يعرف اللغة وهذا، فأريد أن أوليك مدائن، ولكني أعلم أنك لن تفعل إلا إذا استشرت صاحبك يعني علي بن أبي طالب، فاذهب وخذ رأيه، إذا يوافق روح أنا موليك المدائن. فعلا سلمان راح سأل أمير المؤمنين قال له نعم روح، فقبل الولاية لأن علي سلام الله عليه أذن له بذلك، صار والي لعمر على المدائن.
لاحظوا بإذن أمير المؤمنين. هاي هم أصحاب الأئمة هكذا. مثل كان بعض المراجع يجوهم بعض الشيعة والمقلدين ويقولوا لهم إحنا عرضت علينا مثلا وظيفة أيام أفرض أيام طاغية العراق، في بعض الفقهاء يقول لك مخالف مثلك يروح أفضل ما يجي واحد ظالم، تحق حقا وتبطل باطلا، فإذا تستحب. ولو أكره، يعني ولو أكره على الدخول في سلك السلاطين في سلك الولاة من قبل السلطان، يعني أرخ ولو أكره على وظيفة من قبل السلطان الجائر، جبر الحاكم قال له تعال صير وياه يشتغل بالدولة مالتي، هو جائر، يقول جاز له الدخول، يجوز لك أن تدخل إذا أكرهت، جاز له الدخول في دولة السلاطين الجائرين دفعا للضرر اليسير، دفعا للضرر اليسير. افرض الآن يصيبك ضرر لو ما كنت تروح، يعني افرض مثلا امتيازات ما يعطي لو ما دخلت، امتيازات مصري كان بالعراق عاشوها المؤمنين هالمحنة، إذا ما يسجل بحزبهم هذا الظالم ما يخلوه ما يعطوا وظائف يحرموه، مثلا خريج شهادة ما يوظفوه لأنه ما مسجل بحزبهم هذا الظالم، فشي يسوي؟ يقول لك دفع للضرر اليسير، يروح مكروه يعني مكره، دفعا للضرر اليسير على كراهية، يعني يجوز على كراهية، مع ذلك فيها كراهة، على كراهية يجوز. ولو أكره على الدخول في سلك مع السلاطين في دولتهم الجائرة جاز إذا كان الدخول فيه دفعا للضرر اليسير، لكن على كراهة يجوز، وتزول الكراهة لدفع الضرر الكثير. قالوا له يقتلوك أو يصادروا كل أموالك إذا ما تدخل معهم بعملهم، فتزول الكراهة ويجوز الذهاب معهم لدفع الضرر الكثير كالنفسي أو المال، يعني يهلكون نفسه أو يقتلون واحد من معارفه إذا ما دخلوا. شوفوا شلون المحقق دقيق، جاز الدخول دفعا للضرر اليسير، دققوا بالعبارة، على كراهية، شوفوا هاي العبارة، وتزول الكراهية لدفع الضرر الكثير كالنفس، ما قال تجيب، يعني تبقى السالفة مواجب، يعني ما يمكن يجب عليك أن تدخل مع الظالمين خوفا على نفسك ولو مالك، ما يصير واجب، ممكن تروح الكراهة فقط. شغلية قصة صعبة، هذول الناس اللي يركضون للظالمين ويشتغلون وياهم في أيام حكومة البعث مثلا الطاغية اللي كان، وهي ناس تفلسفها بعشرة تفلسف وتحللها، وهنا يا دوب تروح الكراهة، أما تصير واجبة والله إنقاذ نفسي أنقذ نفسي من الهلاك. شوف هنا القصة شلون صادرون مالي، مو هذا ابن عمر بن سعد يقول له يهدمون داري يا أبا عبد الله، قال أنا أهدم أنا أبني لك دارك، صادرون أموالي، لا أنا أعطيك أموال لدفع الضرر الكثير، تزول الكراهة إذا كان فيها دفع الضرر الكثير كالنفس، يعني فيها إهلاك إلك إذا ما تشتغل معهم، أو المال، أو يصادرون أموالك إذا ما تشتغل معهم، فيقول لك مو مكروه روح، ليس عليك كراهة روح. أو الخوف على بعض المؤمنين، هذا ضرر كثير، يعني يهلكون بعض المؤمنين إذا أنت ما تروح راح يجي واحد غيرك يضر المؤمنين، فإذن يجوز، يعني تزول الكراهة بهذه الأسباب، وليس أنه واجب عليك تقبل. الخامس، المسألة الخامسة، إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي على التخلص من هذا الأمر إلا في الدماء المحرمة فإنه لا تقية فيها. إذا أمره، إذا أكرهه الجائر على الولاية قال له أنت بالخصوص تجي تشتغل عندي، جاز له لهذا المؤمن الدخول مع السلطان الجائر في الولاية، الدخول في الولاية يعني في عمله، والعمل بما يأمره السلطان الجائر، شو يقول له يعمل مع عدم القدرة على التخلص من أوامره، ما عنده قدرة
لأن هو يراقبك ويأمرك ويراقبك جازة. لكن لا يجوز تنفيذ أوامره إذا كان فيها إسالة دماء محرمة. إذا قال له اقتل واحد ما يجوز تقتل إنسان، حتى لو السلطان قال لك اقتل إنسان أو اقتل نفسا لا يجوز، حتى لو راح تعرف نفسك أنت راح تقتل وما يجوز. لا يجوز إهلاك لأنه فإنه لا تقية فيها، ما الدماء لا تقية في الدماء، والله أنا للتقية قتلت، لا ما يجوز للتقية قتله، ما يجوز. هو يقتلك يقتلك ولا أنت تقتلك واحد مت مظلوما ولا ظالما. مسألة السادسة، جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام. طيب الآن مو يشتغل عند الجائر، لا سلطان جائر ظالم يعطيك هدية، يعطيك جائزة، يقوم يعطيك سيارة، هاي كلها عاشوا المؤمنين إخوانكم في العراق أيام الطاغية، كان يهب يعطي هبات، يعطي سيارة يعطي أموال يعطي أراضي. فلو أن سلطانا جائرا غصب أرضا من المؤمنين وقام أعطاك إياها الأرض لك، أو أعطاك دار وأنت تعرفها هاي الدار مالت فلان، خذوها منه بأمرين وأعطوه، صارت بالعراق صارت. جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها، هاي بنفسها هاي الدار أنا أعرفها مالت فلان، خذتها الدولة وأعطتها لك، يجوز لو ما يجوز فهي حرام، لا يجوز، ما يجوز تأخذها، فهي حرام. إذا تعلم أنها بعينها هاي الأرض هاي السيارة هذا المال أخذوه من فلان، كانوا يسوون بالعراق شيء يسموه الفرهود، يروحون على تاجر ويفتحون محل يقولون للناس يلا خذوه، يقومون ذولي هم اللي يما قاعدين جوارين ويروحون يغصبوه يأخذون أمواله. ثقافة الفرهود كانوا يثيروها دائما البعثيين بالعراق قاتلهم الله. فهذا ما يجوز حرام، ما يجوز تأخذ هاي الجوائز والهبات من الجائر اللي تعرفها أنها بعينها مخصوبة. وإلا إن لم يعلم الحرام بعينها، يعني ما يعرف هاي الأرض غصبها من وين الجائر، ما يعرف هاي السيارة من وين جابها الحاكم، بس أعطاك سيارة رحت استلمتها من ميناء السيارة مثلا، سيارة جديدة ما تعرفها من وين جابها، فيجوز. وإلا فهي حلال، يجوز لو تعلم أن هاي الجائزة مأخوذة من فلان وأعطوك إياها جائزة دار سيارة مال هذا بعينه، ما يجوز تأخذه. وإن لم تعلم فيجوز. وإن قبضها أعادها على المالك، أنت ضيف عبارة وإن قبضها، اكتب مع علمه بمصدرها أعادها على مالكها، يعني أعطاك السيارة وجاب لك بمفتاح وتعرف أنت مالت الحج أبو أحمد، كنت ترجعها الحج أبو أحمد ما يقبل. وإذا ما تعرف تروح لازم يقدر تأخذها. نعم. وإن قبضها مع، أنت ضيف عبارة مع علمه بمصدرها مثلا، أعادها على المالك على مالكها. فإن جهله، فإن جهل مالكها، فإن جهله يعني جهل المالك ما أعرف مالكها منه وأعطوك إياها هدية وما تعرف مالكها منه، أو تعذر الوصول إليه، تعذر أنا أعرف المالك بس أدري بيه سفروه، صارت هذه القضايا بالعراق، سفروا ناس واخذوا بيوتهم وعطوها للناس، وهذا البيت أنا أدري بيه مال فلان بس سفروه وهالآن ما أقدر أوصل، شلون هاي؟ فإن جهله، فإن جهل المالك أو علمه وتعذر الوصول إليه تصدق بها عنه، يتصدق بهاي الهدية عن صاحبها، فإن رجع صاحبها لا يحقك بشيء، أنت تصدقت عنه حصلت لثواب بعشيرك، لكن لو تصدقت بها عنك عن نفسك يعني ما يجوز، ليش تتصدق؟ أو باعها أخي لازم يغرم ثمنها لصاحبها. فإن تصدق بها عنه جاز. أكو شيء اسمه مجهول المالك وأكو شيء اسمه رد مظالم. مجهول المالك مو معناته ما إلى مالك، لا إلى مالك لكني أجهله، يسموه مجهولة المالك. هذا تقدر تتصدق به عن صاحبه، وإذا رجع صاحبه ما له حق يطالبك به مجهول المالك، أو تعطيه للحاكم الشرعي المجتهد، يعني تعطيه له أو تأخذ إذن من عنده.
لكن تأخذ المجهول المالي تتصرف به وما يجوز. بس يجوز فقط في حالة أنه تتصدق بها عنه. إذا مجهول المالك مو معناته ما إلى مالك، لا له مالك لكن ما تقدر توصل له، هذا يسمون مجهول المالك. أو لا تعلم مكانه وين، أيضا مجهول المالك. تصدق بها عنه ولا يجوز إعادتها، ولا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الإمكان. يعني ما يجوز لك ترجعها على غير مالكها وتعطوك إياها إليك. السلطان الدولة الظالمة أعطتك هذا البيت، أنت تقوم ترجعها على غير مالكها تعطيها الواحد من الدولة، ما يجوز. تقوم هذا المفتاح وتشير وتعطيه لهم، يقولون لا أخذوا لكم، ما يجوز. لا يجوز مع الإمكان، يعني حتى لو كنت تقدر ترجعها لهم لا يجوز ذلك، بل عليك أما أنك تعطيها لأصحابها أو تتصدق بها عن أصحابها. هل مقدار هذا؟ أو تأخذ إذن من المجتهد، تروح تشتريها من المجتهد، من الحاكم الشرعي، يعني تتعامل وياه في هالحال. نعم يعطيك إذن وهو الذي يتحمل المسؤولية الشرعية، بس أنت ترجعها لغير مالكها ما يجوز. ولا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الإمكان، يعني حتى لو كان باستطاعتك ترجعها لصاحبها، الغير صاحبها ترجع لهم، ما بيها ضرر عليك، ما راح يخطئ، ما راح يغضبوا منك يقول لك كيف ترجع هديتنا، لا يقبلونها من عندك، انه تعتذر عن استلام هاي الهدية، تعتذر عن استلام هاي الدار لعدم حاجتك اليها، ما بيها ضرر عليك. مع ذلك يقول لك ما يجوز تسويها، تاخذها، خذها وتصدق بها عن صاحب. طيب المسألة السابعة، ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة والأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته. السلطان الجائر يأخذ من الغلات باسم المقاسمة، يقوم يأخذ الغلات اللي هي الحنطة والشعير والحبوبات، هاي الغلات يسموها الغلات الأربعة، الزبيب والحنطة والشعير والتمر، نعم الغلات الأربعة. فهذا يأخذه بعنوان مقاسمة، يقاسم أهل الأرض، يقولهم أنا إلي عشر من أرضكم، إلي نصف محصولكم، فيأخذ هذا المحصول الظالم، الدولة يعني الجائرة تأخذ هذا العشر أو تأخذ هاي القسمة وتقوم تعطيه لك. ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة، المقاسمة هي للغلات، الغلات هن منه الحبوبات الأربعة، الحنطة والشعير والزبيب والتمر، والأموال باسم الخراج عن حق الأرض. الدولة أو الظالمة الجائرة تأخذ مال بعنوان الخراج، يعني ضرائب عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة، تأخذ من اللي عنده أفرض أرض كبيرة يأخذ ما عنده ضرائب بعنوان الخراج، مو بعنوان ضرائب مالية مثل الآن قاعد تصيرها للدول هذه، لا هي تدفعها وما بها مشكلة. ليش؟ لأن هاي إلك، هم يرجعونها إلك مصالح، يبنوا لك شارع، يبنوا لك مدرسة، هذا يجب أن تدفع ضرائب اللي يسموه الآن إحنا عندنا فرض تاكس، هذا يجب أن تدفعه، مجلس تلاعب به. ليش؟ لأن هذا في مصلحة البلاد، الأرض تعمر بهذا، في المقابل هاي الدولة من تأخذ فلوس من عندك بعنوان تاكس وعنوان ضرائب، تدفع تاكس، الدولة تروح تبني شارع، تبني مستوصف، تبني معمل، تبني مدرسة، وهي إلك خدمتك هذه، فما يجوز تتلاعب بها، ويجب أن تدفع ضرائبك الدولية الحكومية، يعني ما يجوز تتلاعب بها. لا، أكو شيء دولة تدعي أنها من قبل الله فتأخذ خراج لأنها سلطان الله في أرضه، دولة دينية تأخذ خراج الأرض اللي قاعد بيها، هاي يسمونها الحاكم ديني، يعني يحكم باسم بسم الله ويقول أنا ظل الله في أرضه وإنتوا أعطوني الخراج، مثل ما كان أمير المؤمنين يسوي سلام الله عليه، هو أمير المؤمنين رجل حق، لكن معاوية مو رجل حق، فيأخذ منك خراج
عندك أرض كم دونم تدفع ضرائب خراج وليس ضرائب مالية مثل قاعدة الآن بهذه الدول المدنية، فيعطوا أموال للسلطان الجائر يأخذها يصرف بها بكيف أرض، مو يبني لك بها شوارع، لا هاي تختلف. الفرق بين أموال الخراج وأموال الضرائب الفرق كالآتي: أموال الضرائب أموال مشروعة يجب أن تدفعها للدولة اللي الآن باصطلاحنا التاكس يسموه، هذا قانوني ويجب عليك أن تدفعه، ما يجوز التلاعب به، يجب أن تحترم قانون البلد اللي تسكن به وتدفع له ضرائب حالك حال غيرك، شرعاً لا يجوز التلاعب بهذا القانون. المحقق الحلي يقصد الخراج اللي هي الدولة اللي تكون دينية تحكم باسم الدين، وأن الحاكم يعتقد نفسه أنه منصب من الله يأخذ منك أموال على الأرض اللي ساكن أنت، لأن الأرض ملك الله وهذا وكيل الله في أرضه. طبعا أكو بعض الحكومات الجائرة لاحظون مثل بني أمية بن العباس يقولون إحنا أحكام إحنا ظل الله في أرضه، وبالتالي هاي أرض الله فأنت تعطينا أموال الذي قاعد تستفيد منها، شلون من دون ما يسووا لك شيء بهاي الأموال، ما يقدموا لك خدمة بها، يأخذوا لهم هذا المال هذا الخراج، بعدين يأخذون هذا الخراج يقوم يقوي سلطانه فيعطي هبات للناس من عنده مثلا، هل يجوز أخذه أو لا؟ هذا بحثهم. وليس الخراج تقيسه وفرض على الضرائب والتاكس اللي الان قاعد بالدول، لا هذا التاكس والضرائب هذا يجب ان تدفعها وما يجوز التلاعب بها، وهي اموال محترمه يجب حفظها ويجب دفعها لان فيها اعمار الارض. والاموال باسم الخراج عن حق الارض ومن الانعام باسم الزكاه، شوفي محصورة القصة، يأخذ باسم زكاة من الأنعام اللي عنده أفرض 40 من الإبل يأخذ عليه شات، اللي عنده 250 شات يأخذ عليه 5 من الشياة وهكذا زكاة، يأخذ زكاة لأنه منصوب من الله، يعني خلي نفسه مكان النبي والإمام، فيأخذ الزكاة ويقوم بعدين يروح يعطيها إليك، هو ما أخذها بعنوان زكاة من ذاك ويعطيك إياها إليك هدية من عنده إلك. شنو وضحين؟ قال يجوز ابتياعه وقبول هبته، يعني هاي الأموال اللي يأخذها الحاكم الذي يدعي أنه منصوب من الله والغلات يقوم يأخذها من الناس بعنوان غلات ويروح يبيعها بالأسواق، يجوز تشتريها من عنده من السلطان، يجوز أن تشتري الغلات والزكاة يعني الأموال اللي يجمعها من الناس باسم خراج وباسم زكاة واسم غلات، انت يجوز لك تشتريها من عنده من السلطان الجائر، يجوز ان تشتريها ابتياعها يعني تشتريها من عنده، وقبول هبته ويجوز ان تاخذها هم هبة، يعني هو اخذها زكاة من الناس واعطاك اياها هدية هاي الغلات او هاي الزكاة، يجوز تاخذ هاي الهدية، نعم يجوز لئن ما جوزوها، ولا تجب إعادته على أربابه، هذا الذي يؤخذ باسم المقاسمة وباسم المال وباسم الزكاة وأخذ منهم وأعطي إليك هبة، مو واجب عليك ترجع لأصحابه، لا يجب عليك إعادته إلى أصحابه، وإن عرف بعينه وإن عرف أربابه بعينه، يعني انت تعرف هاي الزكاة بعنوان زكاة اخذها اموال من زيد من الناس، اخذ من عنده الاغنام وقام اعطاك اياها هدية لك، مو واجب عليك ترجعها له لمن؟ لصاحب المال، لا يجب. الجواب لماذا السؤال؟ للنص، لان سيرة الائمة سلام الله عليهم اجازوا لشيعتهم اخذوا جوائز السلطان الجائر، فالحرام عليه هو يبتلي بالحرام، هو يتحمل المسؤولية، أنت ما قصك، تلاحظون؟ إذا كانت أخذت بعنوان غلات يعني مقاسمة الغلات اللي هي الحبوبات أو أموال بعنوان الخراج، قلنا الخراج غير الضرائب اللي الآن الدول تسويها، والأنعام باسم الزكاة أخذت من الناس بهاي العناوين من قبل السلطان الجائر وأعطاك إياها هدية، يجوز تأخذها ولا يجوز ارجاحها لأصحابها، وين عرف أصحابها بعينهم،
ويجوز ابتياعها، يجوز تشتريها من الحاكم، ويجوز ابتياعه هذا الذي أخذ من الجائر بعنوان الغلات والأموال من الخراج ومن الأنعام زكاة، يجوز ابتياعه يعني يجوز اشتراءه وقبول هبته، ويجوز أن نأخذ هدية من الحاكم، ولا تجب إعادته على أربابه. مو واجب، أنا ما رجحها لأصحابها، وإن أعرفهم وإن عرف أربابه بعينه. أنا أعرف صاحب هذه الغلات منه اللي أخذها الحاكم من عنده، لكني لا مو واجب عليه أن أرجحه. هذا فرق عن القبل اللي ذكرناه المسألة. الفرق شنو؟ الفرق أن هذا يأخذها باسم الدين، باسم الله، يأخذ غلات، يأخذ زكاة، يأخذ مال خراج. هذين الثلاث عناوين مو واجب إذا أخذها الحاكم بهالعناوين الثلاثة، لا يجب إرجاعها لأصحابها وإن عرفوا أصحابه. وأما لو أخذها مو بهالعنوان الثلاثة، أخذها ظلما وعدوانا، صادر أموال واحد هج، لا بعنوان زكاة ولا بعنوان خراج ولا بعنوان مقاسمة، أنت إذا تعرف صاحبها رجحها، وأعطاك إياها هدية ترجحها لأصحابهم بعينهم. لاحظون، فالفرق بين الأمرين يعني كلاهما غصب، لكن مرة يغصب بعنوان خراج، بعنوان مقاسمة، بعنوان زكاة الحاكم الذي يدعي أنه منصوب من الله. هذا لا يجب إعادة أمواله اللي أخذها بعنوان زكاة لأصحابها وين عرفوا. وأما لو أخذها غصبا من دون عناوين ثلاثة، من دون هاي العناوين، أخذ مال الناس لا بعنوان الزكاة ولا بعنوان الخراج ولا بعنوان الغلات، أخذها ظلما وعدوانا هكذا غصبا علنا وأعطاك إياها إليك، فأنت إذا تعرف أصحابها رجحها له، وإذا ما تعرف لا يجوز أن تعيدها إليه. هذا الفرق بين الأمرين. الفرق هو النص المحكم، وإن عرف بعينه لا يجب الرد عليه. يصل بنا الحال، أنا كنت يعني أتمنى أن نصل إلى البيع، ولكن إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل بحثنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.